كرئيس لجمعية عدالة جمعنا أهم الجمعيات الحقوقية في المغرب، وأصدرنا تقرير وتوصيات في أبريل 2009 ظهرت بصمتها في الخطاب الملكي ديال 20 غشت 2009. شاركنا في لجنة الدستور وأعطينا اقتراحات مهمة للأستاذ المانوني ظهرت أغلبها في الدستور بما فيها تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كنا نطالب بأن لا يبقى وزير العدل داخل المجلس الأعلى للقضائية، لأن حضرنا إلى محاكمة قضاة برئاسة وزير العدل. كيف وزير العدل في السلطة التنفيذية كيأدب القضاة اللي هما في السلطة القضائية؟ ولكننا لم نطلب أن يزول من رئاسة إشراف على السياسة الجنائية، لأن السياسة الجنائية هي سياسة عمومية تضعها الحكومة، ويجب على وزير العدل أن يقدم الحساب أمام البرلمان. كذلك كنا في لجنة إصلاح العدالة، ولكن لا يسعني إلا أن أقول أن استقلال القضاء لا زال مطلبا صعب المنال، خاصة في قضايا عديدة ذات طابعة سياسية. النزاهة طبعا ليس القضاة وحدهم مسؤولين، لأنه هناك طلب مجتمعي أحيانا على الرشوة، ولكن القاضي يجب أن يترفع، المحامي كذلك. إذا ماذا نقول عن استقلال القضاء في الواقع؟ ماذا نقول عن النزاهة وانتشار الرشوة في الواقع؟ أنا من منطقة ترانسبارنسي الجمعية، وأنا أتعجب كيف أنه لم تستدعى هيئة النزاهة، لأن إصلاح القضاء يهم أيضا إصلاح القضاء في طبعا، ربما السبب هو أنه هناك مناقشة للقانونين التنظيميين، ولكن أتمنى أن تتاح الفرصة لنقاش واسع حول إصلاح القضاء في عدد من المجالات التي تستحق الإصلاح. أخيرا أقول بأننا عندما نقوم بإصلاحات حقيقية عميقة فإننا نحصن أنفسنا ونكون في موقع قوة ونخدم قضايانا الكبرى. وأنا لا أشكك في كفاءة المسؤولين القضائيين وقضاتنا، ولكن يجب أن تعطاهم إمكانيات ليطمئنوا على، لأن القاضي كما قال الأستاذ جباري هو إنسان يجب أن يكون مطمئنا أنه لن يتعرض لعرقلة الترقية، لن يتعرض للتأديب في مسائل يبدي فيها تصرف رأي، لن يتعرض للتنقل وللنقل بدون ضمانات. فالمشرع في القانون التنظيمي تخلى عن دوره وترك لمؤسسات دستورية أخرى في القوانين التنظيمية. عندما نترك للمشرع فرصة هامش واسع في تفسير القانون، يجب أن نضيف معايير دقيقة حتى لا يتوسع الهيئات الدستورية الأخرى في ذلك التأويل. ولذلك آخر نقطة هو أنه هناك في المغرب نطالب بإصلاحات فتمر 20 أو 10 سنوات قبل أن نصل إليها وتكون مشاكل أخرى تراكمت. أعطي مثال، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين هو مهم جدا، لأنه يساعد على إصلاح المنظومة التشريعية من القوانين التي تخرق الحقوق والحريات. في فرنسا صدر إصلاح الدستوري في 2008، 2010 بدأت المجلس الدستوري وأصلح أكثر من ثلث الترسانة القانونية الفرنسية في دولة ديمقراطية أكثر منا بكثير. إذن فأردتم أن أتحدث فأنا تحدثت، وشكرا لكم.